غسل الايدين بالميه والصابون احسن حمايه للطفل، غسل ايديكي وايديه قبل الاكل وبعد ما توكلي، ده بالنظافه نضمن سلامته، ده بالنظافه نضمن سلامته، نضمن سلامته ومن الميكروب نحميه. كل ام تقدر تحمي طفلها وتمنع عنه الاسهال لو غسلت ايديها بالميه والصابون، وكمان ايدين الطفل قبل تحضير الاكل وبعد الاكل، وبرده بعد ما تغيري له هدومه. واظن دي حاجه سهله جدا وتوفر علينا مشاكل كتير. غسيل الايدين بالميه والصابون بيحمي الطفل من الاسهال.